متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال النهار اليوم، حيث يسود الطقس صافي 43 درجة مئوية، الملموسة 39، رطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية معتدلة أسرع. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا. تبوك طقس صافي 28 إلى 24، سكاكا 40 إلى 28، وعرهار 38 إلى 26. المنطقة الغربية، المدينة المنورة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار 43 إلى 31، مدينة جدة 36 إلى 27، مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار 40 إلى 32، والطائف زخات رعدية من الأمطار 32 إلى 22. المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أبها زخات رعدية من الأمطار 28 إلى 19، الباحة 27 إلى 23، وجازان 33 إلى 30. المنطقة الشرقية، الدمام والإحساء تتأثر برياح البوارح الشمالية الغربية نشطة السرعة، والتي قد تلامس سرعة هباتها في بعض المناطق 80 كم في الساعة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار. الدمام 44 إلى 32، الإحساء 47 إلى 33 عفوا، وحفر الباطن 42 إلى 31. المنطقة الوسطى، حائل زخات رعدية من الأمطار بسبب حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي 40 إلى 26، بريدة 42 إلى 28، والرياض 43 إلى 30 مع الطقس الصافي. إلى اللقاء.